بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نشهد سهب تمك أنا مصر بيشخبيت نبقى الإمام الغزالي صلحب إحياء علوم الدين أبو لبت إخلصان، وقال زيد بن أسلم سابونيلا جنرال أبو الحيص: إن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: تشجعدا جند سر أم أيمن أبولي هي أورك السق صلى الله عليه وسلم سخيت أنيلا سنجي وش أبولوك أورك صلى الله عليه وسلم سي إن زوجي يدعوك دي رصاص من أحل جناب. قال: ومن هو؟ أهو الذي بعينه بياض؟ أورك صلى الله صلى الله عليه وسلم مخصر أبون يوشوين أبون هيو إذن يتشيشيلا جند بيرالد قحيبوغ أيب جعير بيرالد صنون قحيبوغ ونكر هدن بيرالد قحيبوغ وهدن يتشيشيلا يدرس. قالت: والله ما بعينه بياض وش أقول بوكو أس حقيلا إسل بيرالد قحيبوغ ولا بيتجمها. فقال: بلى إن بعينه بياض بوغين أقول بوكو أورغ صلى الله عليه وسلم إسل بيرالد قحيبوغ نم. فقالت: لا والله أس حقيقة أقول بوكو. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وبعينه بياض. تنجا ورغا صابونيلا تشانيكي تشيتشنا بون جندي بيرال دا قاحيبو كونغورنن وأراد به البياض المحيط بالحدقة ورغا صابونيلا لغو قاحيال دا شون هب ياس بير أبو لها بيرال دا صورون بوك ونب قاحي خاتش عير بيرال صورون مكونب هغا قاحيبو كان ورغا سي غو قاحيال دا شون أبيز. وجاءت امرأة أخرى فقالت: يا رسول الله احمل لي على بعير. فقال: بل نحملك على ابن البعير. من يتسوكي دا نخاش أورغا صفي صلاة 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 يا رسول الله دون ورانا قد يا خنينا سينك اورغا صبر بو هيك عكس ده نجد سمني يا خنينا لا يا تسال البلد اد ورانا شرط ان شاء الله. فقالت: ما اصنع به انه لا يحملني. وش يقول بو سينك شبل سدا بلا وشتن يا تشولار الى اي ورانا شتن اش يا تشولار الى وبيتنا جو كنار شيل. فقال صلى الله عليه وسلم: اورغا صلى الله عليه وسلم سينك ابو نيلا ما من بعير الا وهو ابن بعير سينك ورانا تشلا جيب سوكي ده ورانا شرط ان شاء الله كنغورن وبي سوكي ورانا شابور جو شيدا بوكن إذن ما صلى أبن الأورقس صلى الله عليه وسلم فكان يمزح به تنجا أورق صلى الله عليه وسلم كان لودنا ما صلى أبن الأورقس. وقال أنس: كان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عمير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم ويقول: أبو طلحة أبو لو جاس وكان للسواس جند صار أبو لو أبو عمير أبو تنجا أورق وزور هكذا كذا بزر وزور خاتم صلى الله عليه وسلم وصابوا لنا أورق صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ للنغير كان يلعب به وهو فرخ العصور. سينك أورغا صابو لاني لا دو أبو عمير ديخا يا أبا عمير لا دو حنش خد إنش خا قدك هو حنش خد إنش أشجوين أبو ربنا أي غوب إنش على دخون كحابون أبو نلا أورغا صلى الله عليه وسلم هو أبو عمير جيو ولدك ناسان دلوك أرو يبكل لك قدك هو حنش خد إنش هذين مغسل أبو لاني لا أورغا صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فقال: تعال حتى أسابقك. فشددت درعي على بطني ثم خطأتنا خطا فقمنا عليه وسبقنا فسبقني. فقال: هذه مكان ذي المجاز. عائشة تسابوني رضي الله عنها يا أخي دون يقاني لأورق صدق صلى الله عليه وسلم وبدر في غزوة بقيم زمانك تنك أورق سيند أبوني لا منانيات أين أبونيك تلك يا ريزي تنك أبو لبقى عائشة رضي الله عنها يا أخي ديت جند البردي جند الشيخ البخاني تنجي نجت مخت أنيلا تبي أوري كاريزة خا تريك ياريزة تنجي ومخ خلا نج أنيلا تنجي نج تريك هارونيلا تنجي أورك صار سام جندا ستريك أنيلا تنجي أورك صابوني لهابو جيل أبون غو ذل مجاز أبو لبك ألا ما كرال بوك بق أكل بوك جندا صار ذل مجاز أبو لي هبك ألا بوك أر ألا داندي بيت إنه غيا منت سيك هونيك أنيلا هابو جيل وش بق ألا بوك جندا أبون هدنا أبون الأورك صار سلام. وذلك أنه جاء يوما ونحن في ذي المجاز وأنا جارية قد بعثني أبي بشيء فقال أعطينيه. يا بوك أنا لأن أبو لبوك عائشة رضي الله عنها يا سوق يا أورك صلى الله عليه وسلم أنا لا نجي ذي المجال أبو لبك أنا لبوك أنا لا دوني إتنا سنجي أسيك أنا لا جندر إنسد سأي أبو بكر أصحاب رضي الله عنه سجل الله خنجي يتونجي كأنا لا سنجي أورك صلى الله عليه وسلم هبجو جندي قينا سنجي فأبيت ذي سنخ أنا أبو لبوك عائشة رضي الله عنها وسعيت وسعى في أثري فلم يدركني سنجي جنس أورك سكتلو سينجي جي إخيان إلا سينجي أوراق جندا خدوجي إخيان صلى الله عليه وسلم جندا خدوجي غش إلو هيك هني سينجي أوراق استس غويت سيكوني كنا دول مجاز أبو البقاء سينجي هل تدان بيت من بقول هابين أبون أبون أوراق صوبا غوت سير كرم خش ومخيط أن سير كرم خش. وقالت أيضا: سبقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته فلما حملت اللحم سبقني فسبقني. فقال عائشة سبل رضي الله عنه
avarak sala asalam dumu tereke yaramıyla. Çünkü dun avarak asası teye kanıyla. Çünkü dit se tohan bahçanıyla. Tohan bahçarame fay avarak bun dit teye kanıyla. Çünkü avarak jinde se teye kanıyla. Vakal hadihi bitilka. Ha bugün abun avarak asala asalam oslo bak adıyla. Olde dandı bit umuk jidoyin abun. Vakalat aydın radiyallahu anha. Kana indi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Savdatu bint zam'ata. Fasanatu haziratan. Vacitu biha. Fakultu li savdat. Kuli. Sogi Aişe de sabun ile radıyallahu anh'a ek. Zinde asku avrak sorar son makan ile sokay. Hani zam'atil yaz savdat. Agule yancı yetki cüye binat ile hayat. Açı cüadan yey giyik an ile. Çengi Aişe de sabun ile sabun ile to kana lövcü. Ana şu kus kuru gibi kana cüye abun ile. Çengi hep gibi olsun cüye açan ile. Dit sabun ile oy savdat idi. Dut kana inabın. فقالت لا أحبه فقلت والله لا تأكلن أو لا ألطخن به وجهك. Çünkü Ayşe de söyledi kanayın abur ve mekhaj. Bak ya bunu sağdat etse diye bakıyorlar en abur. Çünkü dit sabunun abur bu Ayşe de ise radıyallahu anh. Allah'a sahagi tut sev kanazı gubugu tut sev kanaç ananını dit se dur Hümer aldı jujaz bugün evinim. Fakalet ma ana bi zaiqati. Çünkü o sağdat etse abur bu dit sev çamizde cünem. فأخذت بيدي من الصحفة شيئا منه فلطخت به وجهها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بيني وبينه. Çünkü Ayşe de tabi bu dedi o tarih kalacaksın o kanacı olsan şimdi gücü basan ile çünkü dedi o şu Ömer aldı rüzgarını ile bakan ile. Avarık ki nezdik adı o dedi ki o zaman o şu çocuğunu gibi halar. Fakafirde leha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rübbeteyi itestakide minni fetenavalat min essahfati şeyen femasahat bihi vecihi ve ceala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yadhakun. Çünkü avarak az şimdi gök ya bunlar kahve babonuyla oy savda tilsa dida sana ya Ayşe tilsa ne çıkıl basit bakın. Çünkü oy savda tilsa bu sana lağı tarayı kalacağın insanı kanacı yakışı bir gönlüce o şimdi Ömer aldı batsanı lağı bin abul bu Ayşe tilsa radiyallahu anh'a yaş. Çünkü avarak yaşan kızı şu anıyla sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ruhuya anna zahaka anna Sufyan al-Kalabiyya kana raculan damiman kabihan. Sufyan ile az zahak al-Kalabi avulu çivuk anıyla çünkü kalkal kabihi o şimdi surat kabihi çivuk anıyla. فلما بايعه النبي قال إن عندي امرأتين أحسن من هذه الحميرة وذلك قبل أن تنزل آية الحجاب أورغس وصوغ قوتي أبورا ميخاش دو ضحك الجن وصابون إلا ضحك إسا جند أسكوي إيجين أبون كيغو تشجو أي كيغو تشجو جي جندري هاي بعارة تشجو أبدا أي عائشة إسا رضي الله عنها أبدا سبرسنا كيغو تشجو جي جندري يبو كان إلا ومير باحتشين أبون قرآن أخي آية تشنال سيبه بقان إلي مير باحتشين أبون خلصان ومير باحتشين بقى أخي أورغس وصولا سنو تشبت يبقى آيات ليش نتسيبه كان ليه؟ هاي دور عائشة تسبيت سنك إيقو تشجي جلجي دير أفلا أنزل لك عن إحدى إما فتزوجها وسأقول لك ضحكت جندير تويا الله سجور الشين شلا تويا تشل شلا دود تويا تشنيك إني وعائشة جالسة تسمع فقالت أهي أحسن أم أنت عائشة عدد تشنيك إني قال الحلق عنكم تنك عائشة تسأقول لك أستاذ ضحكي دي هي دود تشجي شلا بيت سنيكي يجي منيش بيت سنيكي نبني فقال بل أنا أحسن منها وأكرم وصابوا لوجو ضحكت هيك عكس دون جيل الله سبتنا ديو خيره جينام فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤالها إياه لأنه كان دميم تنك أورك صلى الله عليه وسلم عائشة تسا وسات خير دسان ويشان قنيل شيء أو قوقع تنك سلوك أو كنا شغل تنك أورك صلى الله عليه وسلم ويشان قنيل وروى علقمة عن أبي سلمة أنه كان صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن بن علي عليهما السلام فيرى الصبي لسانه فيهش له Hani abi salamat ilvas alkamat hissebi sanıla avarak sonra sanık anına mucit cindir gumat sebebul ay qatibabul ha. O Ali ashabı sallas radıyallahu anhuma Hasan idi. O da mat sebebul an ile osi. Çünkü o itin vasasla Hasan idi radıyallahu anhu asla avarak sonra mat bir kanıla çünkü o da o vakon adı usuna değil. Fakara lahu Uyaynat bin Badrin al-Fazariyyu vallahi لا يكون لي الابن قد تزوج وقبل وجهه وما قبلته قط. تيجي الفازلي ابو بدر الوس عينه ابو الاصحاب الرسول رضي الله عنهم الله سحقي جندي الوس هجلا جندي الوس قراني مر ابا وباتش كابون يدينا جندي الوس هجلا جند كده نيجي وباتش هبيج اناب جندي الوس هجلا وقناني جند سيس مر ابا وباتش هبيج اناب فقال صلى الله عليه وسلم ان من لا يرحم لا يرحم تيجي Avrak asabın ile sallallahu aleyhi ve sellem az. Hakkın gu, jiyu gülhüleri uçi, jindaki gülhüleri nam. O dinan kim azdı, tengu baca bi, hep kolla kim azdı gülhü. O dinan gülhü, çanı jindaki gülhüleri nabın ile avrak asallahu aleyhi ve sellem az. Fa aktharu hadihil mutayabati manqulatun an nisai ve sibiyani. Ve kana zalika minhum alacatan li zafi kulubihim min gayri mailin ila hazlin. Anne ketsar itsara imeri selakik arulur jalheluk anilla Avaraga sasnajari tarakun, avaraga jindir guru çabe gun sadda kabul el, edin gülsün himal gun, kabul el gibi bu kanela. Ye bu kanela avaraga sozi
Huzura zayıf olarak azledar. O abiye ki Allah Abu Bakr aracı. Cüm aksar abi aldı heti çugun. Fakala sallallahu aleyhi ve sellem maratan li sahibin. Ve bihi ramadun ve huve yakulu tamran. Ataakulu tamra ve antara midin. Sahib abu le ashabı sen sonu kaya avrağa sallallahu aleyhi ve sellem abunile. Ve sol çaya bir adı unti bu kanil. O çamasak kanalı bu kanil. Avrağa sallallahu aleyhi ve sellem abu dutsa çamasak eşi de kanalı dur bir adı unti bu kanil gehalı. Çünkü fakala innama akulu bi şirkil ahari ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem fatabassam. Çünkü o sahibi çabanıyla radıyallahu anh dün kanalı gün abun, o bun teç eber aldayım, o çırak kaldayım kanalı gün. Ya Resulallah yine bunu, çünkü olarak sorarsam şimani. Kala ba'du luvati hatta nazartu ila nevacidihi. Hani o hadis bitsine çağızı çayasa bunu ile dün valla nil avrak asıl sallallahu aleyhi ve sellem himi aldı. Cinde usul himi lagu üsal çeyiz ikanı nam, üst himi ikanı nam. Yedan ki himani avrak sorarsam. Varuya anna khawatabna Cübayr'in al-Ansariye kana calisan ila nisvetin min bani Ka'bin bitariqi Makkata. Yani biz hani la hakim go Cübeyr'i luas khawatabu la ashabu al ansariyo radiyallahu anhu kanil abun makayşu nuha jiv ka'bul tuhumayşu soru çabi gun ol gogun adot şunu kanil o. Fatala aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakala ya Aba Abdillahi ma laka ma'an nisveti. Çünkü avra gosil adu akkuna çanil. Çünkü avra gosil adu akkuna çanil. Çünkü avra gosil adu Aba Abdillahi la. Du işi bile rüçebi gun sadak ugeni. Fakala yaftilna zafiran li cemalin li şarudin. Çünkü doğu havat abulu ve sahaba sabulu ve radıyallahu anhu yaz. O rütçe bir ugele jindir şu talep var anne ki gallar hiç olu gele o. Kala famada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü abulu ve avrak sallallahu aleyhi ve sellem. Anila li hacati jindir ve hacat ubez. Thumma ada fe kala. Çünkü avrak adı gülsen ve ustilha. Çünkü avrak sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Aba Abdillahi amma taraka zalika al jamalu ashira da ba'd. Mahsar abun abun la avrak sallallahu aleyhi ve sellem. Havat abulu ve sahaba sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Aba Abdillahi la. غوب وارانيا خبدو وارانيا كوت تتشيشي لا ولا صحد اي غوب عمل روتشا بيكون صدق تتشيشن ابو مخسر ابو رمان الله قال فسكت واستحيت وكنت بعد ذلك اتفرر منه كلما رايته حياء منه سينج ابو لوغو او خوات ابو الاصحاب اسو لوغو جيو وتسن شانيل جيو اورا غاستخاني تشزغني شانيل ولا صحدو اورا بي كاشنا حياء نيتشون جو كوت لوغان لوساس حتى قدمت المدينة وبعدما قدمت المدينة قال فرآني في المسجد يوما فأصلي فجلس إلي فطولت سنجي دون مدينة وقتنا ندينا دون أورق سسخيت وكان نبلوغو خوات أبو الأصحاب رضي الله عنه يس دون مدينة دواج أرمي خيخ أبو لوغو أورق صلى الله عليه وسلم دون سقويخ مشكيدا لكاك بلوكانين سنجي غو جند أسكو عدو چانين سنجي خوات أبو الأصحاب رضي الله عنه يس ديتسا كاك خالات أبو نين أورق جند أسكو سينر دينام خاني چون فقال صلى الله عليه وسلم لا تطول فاني انتظرك سينغ اورغا سابوني لو واستي دوتس خالات ابو جلك جيو دو خالان چونو گنم فلما سلم تو قال يا ابا عبد الله اما ترى كذلك الجمل الاشير ده بعد قال فسكت وصحيت سينغ ديتس سلام كونيلا اورغا سينغ ابوني صلى الله عليه وسلم لي ابا عبد الله الى غبارني اش ولا صحاب دو كوتي جيو تجبيشنا أول بوجا سنجي دون وصل جنلا جن دون يتشز جن يتشلنن أول بوجا هو خاط أبو الأصحاب رضي الله عنه فقام وكنت بعد ذلك أتفرر منه حتى لاحقني يوما وهو على حمار وقد جعل رجليه في شق واحد سنجي أول بوجا صلى الله عليه وسلم قصوا قنا نيل سنجي دون كان أول بوجا خاط أبو الأصحاب رضي الله عنه والله صحدو أول بوجا سجى كيوتان خلو توقع جن ده هو دندج أزعان حماد قد يكون قوم كحلش أول بوجا صلى الله عليه وسلم أول بوجا سندر بوك إياه بوجا حتاب بوك أنيلا تنجي غب حنا يشوك سوي برق خلد بوك أنيلا أكيا بوك بخلد خيو كذا بيج مو خيو حنا شموك يا بو حتاب قد يكون كسوي برق خلد خم كذا بوك أنيلا فقال تنجي غو أول بوجا صابن الله صلى الله عليه وسلم با عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعده لا أبا عبد الله هلا دوب وارني يا شنو روب وارني يا شنو ولاس خدو جيجي كيوتي جيبك تجيبشنا فقلت والذي بعثك بالحق ما شرد منذ أسلمت سينجي ديت سابون الأول بوك أو خلاط أبو الأصحاب رضي الله عنه يس من حق الله شنو يتقرا الله سحقي ديت إسلام بوس على الله سنة خير قوب شو تيج إنا بون قوب أراني خا يعني جين سو تاني نبو فقال الله أكبر الله أكبر اللهم اهدي أبا عبد الله سينجي أبو الأصحاب سابون الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر فإن الله دوت أبو عبد الله بيت أراب نو خالد تويت إنا بون قال فحسن إسلامه وهداه الله سينجي أبو الأبو سينجي دو خوات أبو الأصحاب الإسلام كي بيرسي خانيلا الله سو بيت على نوخ اللي جيت ويت أنيل وكان نعيمان الأنصاري رجلا مزاحا الأنصاري أو نعيمان أبو الأصحاب أنيل رضي الله عنه مخسر أبو الأشي فكان يشرب الخمر في المدينة فيؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه بنعله ويأمر أصحابه فيضربونه بنعلهم
Donc, on est là, Madinah, je ne sais pas si tu as dit Donc, Aïman Abu Ashab, Aksel Abu Lew, donc, on est là, je ne sais pas si tu as dit Chagre Kodo. Tingi, on va chuna chuna là, aussi, ta zira bise, Khavara bise, Sukhsar Sam, Tingi, Aura bise, Indi, Hit, Ostar Kabul Anil. Ashab Zabaz de Kamra, Habul Anil, Aura bise, Sola Solan, Ostar Kabin Abun, Ozu Hital Ozri Kabul Anil. فلما كثر ذلك منه قال له رجل من الصحابة لعنك الله تنجي وسوق قوم شعير قي أمير كرم يخاك ودين هو شعير قوم ما تشي جي أمير كرم يخاك تعزيرا بيزي أصحاب زبزو تويس أبوني لا الله سوم نعنا باتاكي دورينا وستابوني لدينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله تنجي أوراق صابوني صلى الله عليه وسلم توتسا يدينا نهابوكي نعنا الحوكي يوم عيمان أبو لأصحابه سي الله جي الله سوم أوراق صلى الله عليه وسلم وكولينا وكان لا يدخل المدينة رسل ولا طرفة إلا اشترى منها مدينة الجانب ركشو أي ركبوسن عدم رجونا رانيلا يدينغو تياب جوكي باتونا ران بيتشيزخا ودسن قول نعيمان أبو الأصحاب بوسن قول بيتش موسن قولن ثم أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله هذا قد اشتريته لك وأهديته لك تنجي وقي بوسن أورق السخ خواتنا نعيمان أبو الأصحاب رضي الله عنه تنجي وصابوا لنا يا رسول الله إذا أبو جيلا ديت سدوي بيتش موسن ديت سدوي هاب سايغات كابون كونينا عندي فإذا جاء صاحبها يتقاضاه بالثمن جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعطيه الثمن متاعي عندي دون عيمان أبو الأصحاب سويت ما طلب تهورك بيت إرام وص ناشي جندي بيت إن كما أشعر ميخاك عندي وصو أدب بوصو مخ بعضار ميخاك عندي أورق الصخو هو تهورك بيت إرام قواتش وأشعر نعيمان أبو الأصحاب رضي الله عنه تنجي أبو الأبوص يا رسول الله إلا هسي ياسو قياشو بها عرس كينا فيقول له صلى الله عليه وسلم أول أم تهديه لنا دود سيب نجير سيغات هم بوشي لكم قال نبي لوك أورق صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله إنه لم يكن عندي ثمنه وأحببت أن تأكل منه وصاب الوقوع نعيما أبو الأصحاب رضي الله عنه يا رسول الله إلى صلى الله عليه وسلم جند أسخو وشوف كذا على سوق جيلا ديك بوك مقعن لا دود صلى الله عليه وسلم أنا زغوك أنا بوك مقعن لا فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه تنجي أورق صلى الله عليه وسلم يشان قلن لا تنجي جندرغو هل مغس أبو بكر أصحاب رضي الله عنه أمبول جابون إلى وثوق على سبينا فهذه مطايبات يباح مثلها على النذور لا على الدوام هل نشيت سريت سرال ركتي هري يضيلا هل دار الخراب هبيزي قناعتكو دائم جو غوريلا هب حلالة بكونيل والمواظبة عليها هزل مضموم أما ودينا ركتي هري الرجال ركتي هري الرجال هري يضا تشيد دائم خيبو جيلا كاكرا مخسر بي وسبب للضحك المميت للقلب ودنا راك كي كارو لجالازا تشي استاتشابي هبو بو مخسر بي كاكارا بيدين غو هب سبب شون كو كوليلا انسان اسو راك خزا بي اخي او بريشان كيت ادي باش انا بي اخي سبب شون كوليل الله نشي توفيق يجي نشي تسا مخسر اخي عرقي كازي هبونا نيجي مخسر بيت على بيت سنة ضيخون هبيزي الله نشي كوميك يبيجي والحمد لله رب العالمين